السلام عليكم، مرحبا بكم اخي عندنا السوق برا الحدادين. كل عام كنجيو لنا هنايا باش منعونا في الحوم ديالنا. النهار اللي كنجيو لنا هنا كنفرحوا، هاد النهار هذا كنتسناوه واخا يجيب الدقايق ومن بعد يلاه كنتعاونوا وقطعوا الروح التمخ كنجبدوه، فهمتيني خوتي. شنو دابا كنشوف كاين الناس، كاين اللي كيغسل، كاين كل واحد شنو الراس الحواله شنو كتعملوا لهم. انا ما نكذبش عليك، كيشوطوهم كيجيبوا لي انا كنحكوا في الماء، كنحكوا ماشي كنحكوا والو في الماء، الراس الحولي زعما نحكوه في الماء مزيان، ايوا كنقطعوه على اربعه على خمسه على ايش ما بغيتي، كنعملوا المخ في الميكا، ايوا كنتعاملوا مع الناس. المخ الحولي كتجبدو، المخ الحولي كنجبدو، عرفتي مقسوم على جوج. ايوا هذا ما كان، تبارك الله عليك وتوحشني هذا الراجل هذا. اي والله. بالنسبه للاجواء كيفاش كدوز؟ والله الا مدخل. انا كنقول لك هنايا حتى ما كنقدرش نبقى نمشي، كنوز كنتسنى هذا النهار هذا. الحمد لله حنايا كنعملوا الثمن زمن عاديه. دراويش وحق اللي عنده كتكات هنا كتعرف كيطول يعيط. تحيه لطنجاوي بوا ام ا، تبارك الله عليكم اخوتي، وعاش الملك وعاش الباشا وعاش الوالي وعاش الولايه من طنجه حتى للقويره، والسلام عليكم. انا خايف تعاود لي الاجواء كيفاش كدوز هنايا. واش غنقول لك اخي ايوب، الحمد لله الاجواء ديال العيد يعني ما نقولوش بحال جميع الاعياد، ولكن هذا العام شي عارف كان غير على الدرويش حولي قليل، اغلبيه الناس مشاكل، كاين اللي ما عيطش وانت كتشوف الحمد لله. المهم بركه اخي ايوب، حاضره يعني حاضره يا غلا الحولي يا رخيص. الاجواء هنايا كتبان واعره بزاف، تربيت في هاد الزنقه والصور ديالي في هاد الزنقه، يعني كتجيني واخا خدام خدمه ديال جهه اخرى ولكن ضروري خصني نهول تقاليد ضروري. ما كانت والله العظيم اخي ايوب كثر من 17 عام اخي ايوب ما شفت الحولي ديالنا كتذبح ولا كنسمع الوالده شو سمع الوالده. دائما الحدادين ضروري نهود، واخا مونو كيجيني مونو هاد الزنقه هادي اخي. انا مع حد جدي هادي، تربي جدي حبيبي الخوه ديالي هنا، العائله مع بعضنا هنايا كلها شابرين بعيده، وان شاء الله اخي ايوب ولادي على هبطوا من هاد الزنقه هاد الاجواء. ودابا تنا عارف اخي ايوب، شوف الكوار كيدوزو من هنايا كيعاجبهم الحال. ماشي كنصارى كيصوروا مجلات، شوف مجلات كبار هنا اخي ايوب. الاجواء هاد الزنقانيات هادي اجواء مجلات عالميه اخي ايوب، وهاد الاجواء هادي اخي ايوب حنا تربينا فيها ما نكذبش. انا كتشوف دابا قلت لك ما كتعاودش شي مره، لا ماشي ما كتعاودش، عايش واحد الوقت هادشي ما يبقاش يا اخي ايوب. تنا عارف دابا تبدا كينقرض، دابا الناس كاين اللي كيسيب حواليه، كاين اللي تنا كتعرف. الحمد لله على هادشي هذا اخي ايوب. حنايا الصور ديالي كامل ضربتو هنايا الخاوه، هاد البلاصه هادي اخي ايوب كنشوطوا فيها الريوس كيخصلوهم كيقطعوهم، كدير المخ ديالك ميكا بوحدو، الراس مفصل ميكا بوحدو مغسول عليك، تمشي تعملو في النبيره وما ترساق لك عليه الطيبو. كنباركوا العيد لجميع المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، والحباب ديالنا وصحابنا واللي عزاز علينا واللي ماشي عزاز علينا تا هو واش مبروكه، وتعايدوا بالصحه والنا. وتحيه لخي ايوب، صراحه ربي خي ايوب والله الا كنتبعك اخي ايوب غير كتنشر الاجواء يعني في الحولي. مشينا في الحولي في العيد في العواء في العاشور معاك 29 معاك، حنا دايرين معاك. تحياتي لك اخي ايوب، تحيه للمصور ديالنا سفيان ولد الحومه ديالي العزن الدراري الله يرحم والديك. اجواء العيد هنايا هذه الاجواء ما شفتها شي 7 سنين، اجواء كتكوزنا مع العائله مع لا فامي مع الجيران مع كل شيء. تي الاجواء مع ما تقدرش تعبر هذه، فهمتي. العيد تما ماشي هو العيد هنايا، فهمتي. انا عايش على برا 7 سنين ما جيتش المغرب، ماشي ما جيتش المغرب 7 سنين ما عيتش المغرب، ولكن الحمد لله كتعاون. القلب ديالك كيتنفس، كتجيك واحد التنفس وكتحس بواحد الاحساس ما فهمتي ما تصورش، ماشي بحال الاحساس اللي كتكون معك تما. انا ولد الحومه دراوه وكنجي لهاد المطاعه، كنجي لزنقه الحدادين كنجي نشوط ونشوف الاجواء ديال العيد كنعيش فيها. المهم كنحس براسي كسام كنشوف هادشي هذا بحال اللي كنديسفروطا في الحياه ديالي هنايا، فهمتيني. كيعجبني نشوف هادشي هذا. الناس الجاليه اللي ما جاوش ان شاء الله نتمناهم يجيو، مرحبا بكم في بلادكم. واخا هادشي هذا الغلاء واخا هادشي هذا اللي شفنا ما عمرنا شفناه، ولكن الحمد لله كيبقى كل شيء. الانسان كيتنفس كيبدل الجو كيرتاح. العيد في المغرب هو العيد في المغرب، ما نجبروش بحال ان شاء الله يا ربي. والله ينصرنا ويصر ويهدينا الحكومه ديالنا ويهدي كل شيء ويحفظكم انتم. شكرا خوتي، عيدكم مبارك، تعيدوا تعاودوا عواش مبروكه. انتم كتشوفوا الاجواء معنا هنا عيد العيد وكذا، كاين عيد التشويط وكذا، الناس كيجيبوا الحواله ديالهم، سبحان الله العيد ما كيدوش بلا هادشي هذا، الحلاوه ديال العيد هي هادشي هذا. المهم انا هنايا كنجي كنغسل الريوس كذا، هي ماشي على فلوس ولا شي حاجه، الحلاوه العيد كتحس بالحلاوه ديالو، هي خصك تجي هنايا كتعيش ديك الجو فهمتي، نهار واحد د العيد راه يمشي فهمتي. المهم الدراري هنايا كتغسالها اللي كيهرس كذا الجو تكحكح، كندوزو النهار د العيد مخير فهمتي. السلام عليكم، عيد مبارك سعيد. حنا عندنا هوايه فهادي، كل عام كنخدموا في الحداد هنايا، كاينه شويه تماره ولكن الحمد لله فهمتي كيفاش. يعني الاجواء ما كايناش بحال، لا الاجواء اللي كاينه هنايا ما كايناش بحالها والحمد لله الخاوه. حنا عندنا هوايه في الدم بيبه الدراري، وتحيه الرجال وتحيه الدراوش. الله يعزك، كنشوفوا يعني كوار نصارى كيدوزوا هنا كيعجبوا الحال. الاجواء مزيونه، ما كايناش شي بلاصه بحال هذه مزيونه في شي بلاصه اللي كيشوطوا فيها فهمتي كيفاش. وحنايا ما نقدروش ما نجيوش هنايا، حنا معروفين في هذه الحدادين. الله يا اخي حنايا كنهودوا باش ما نخليوش هادشي هذا ينقرض من هنايا فهمتي كيفاش. ولا واش مبروكه وتعيطوا بالصحه. ولهنا من طنجه سانكويره. الله يعزك. سلام. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.